السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا فيديو جديد مهم جدا، وهو هنتكلم فيه عن الناس اللي عايزة تقدم على الفيزا وايه الحاجات المطلوبة والابليكيشن اللي هيتملي عشان خاطر تطلع الفيزا. اول حاجة هنعملها هنعمل سيرش في جوجل عادي عن القنصلية الروسية في القاهرة، او القنصلية الروسية في اسكندرية، او القنصلية الروسية في الغردقة. هما 3 بس اللي موجودين في مصر، في الغردقة وفي اسكندرية وفي القاهرة. وليكن مثلا هنختار النهاردة بتاعة القاهرة، هنختار مثلا هندخل على الويب سايت بتاعهم، طبعا جايب لك هنا اللغة روسي، انت ممكن تغير اللغة طبعا سهلة جدا، هتدوس هنا بعدين في هنا انجليش وعربي وروسي، انت طبعا هتختار عربي او انجليش زي ما ترتاح، وليكن هنختار العربي. تنزل تحت هيجيب لك المعلومات العامة، تدوس عليها منها فيزا إلى روسيا، تأشيرة الدراسة، طبعا أو أي تأشيرة أنت محتاجها من دول. طبعا جيب لك هنا الحاجات المطلوبة، أول حاجة إن الباسبور بتاعك ما يكونش اكسباير، ما يكونش منتهي. تاني حاجة الابليكيشن فورم، طبعا ده هنقول عليها هيتملي ازاي. تالت حاجة الصورتين، مقاس 3.5 × 4.5، خلفية بيضة. رابع حاجة الانفيتيشن بتاع الجامعة أو سبب الزيارة. خامس حاجة تحليل الإيدز، وفي ناس كتير بتقول إن تحليل الإيدز اتلغى، لكن هو لسه موجود على الويب سايت بتاعهم، فاحنا هنمشي زي ما الويب سايت بيقول عشان محدش يروح ويرجع. تمام، تحليل الإيدز يكون قبل الذهاب إلى السفارة ب3 شهور. دي كده الحاجات المطلوبة. بالنسبة لعنوان السفارة، هنا 95 شارع الجيزة الدقي القاهرة، طبعا دي أرقامهم، وطبعا ده الميل بتاعهم. احنا دلوقتي هنعمل الابليكيشن فورم بتاعهم، ندوس هنا هيدخلنا على الابليكيشن فورم، تختار الدولة بتاعتك ايجيبت، طبعا تختار اللغة انجلش، انجلش افضل، هو في عربي لكن انجلش افضل. طبعا بيقول لك هنا انت قريت الكلام ده، بتقول له I have read، طبعا دي كلها معلومات عادية عايز تقراها ما فيهاش اي مشكلة خالص، تعمل next. طبعا هو قبل الخطوة دي بيطلب منك باسورد، confirmation باسورد، بيطلب منك حاجة كده ارقام بتدخلها عشان يأكد ان انت شخص. تمام، اول حاجة nationality، بتختار Egypt حرف ال E. تاني سؤال بيسألك، بيقولك انت كان معاك جنسية روسية قبل كده، وايه السبب لو انت قلت يس، ايه السبب اللي خلاك تفقد الجنسية دي؟ طبعا احنا بنعمل نو لان احنا معناش الجنسية الروسية. تمام، بعد كده بيطلب منك سبب الزيارة، طبعا study، بعد كده تاني study، فيزا كاتيجوري، هو بيختارها لوحده او لما اختارهاش هو بيكون حاجتين بس، choose one، هي دي بس. تمام، عدد المرات اللي هتدخل فيها، طبعا بتعملها سنجل، طبعا هتدخل امتى، ده بيكون التاريخ اللي موجود في الانفيتيشن بتاعك، وليكن مثلا 10/11/2020، تاريخ الخروج 10/12/2020. next بيطلب منك سير نيم، ده اخر اسم في اسمك، انا اخر اسم محمد. بعد كده بتكتب الفيرست نيم بتاعك نور، واسم والدك العربي، ولو في اسم بعد اسم والدك قبل الاسم الاخير بتكتبه. تمام، بعد كده بيسألك انت كان ليك اسم قبل كده وانت غيرت اسمك او كده، فبتعمل له نو، بتعمل له نو. بيسألك طبعا عن الجنس، بتعمل له ميل او على حسب. تاريخ ميلادك 28 ماي،
مكان الميلاد. بيقول لك انت لو اتولدت في روسيا، لو اخترت يس قول السبب اللي خلاك تهاجر او البلد اللي هاجرت لها. طبعا انت بتعمل نو. بعد كده نيكست. بيطلب منك رقم الباسبور بتاعك، وليكن مثلا اي رقم. تمام. تاريخ اصدار بتاع الباسبور مثلا كده، اي شهر عادي، شهر 12 مثلا 2019. تاريخ الاكسبير بتاعه وليكن مثلا 21 نوفمبر 2026. سي اي تاريخ، مش انا اللي بقول اي تاريخ، لكن انت طبعا هتكتب التاريخ اللي موجود في الباسبور بالظبط. تمام. بعد كده نيكست. هيطلب منك المكان اللي انت رايحه، الجامعة يعني، تكتب اسم الجامعة مثلا أورال، وتكتب العنوان بتاعها. هي طبعا العنوان بتاعها بيكون موجود في الدعوة. تمام. العنوان بتاعها زي ما مكتوب في الدعوة عندك بتكتبه. تمام. تدخل بعد كده على الايه، اسم المدينة، ليكن مثلا تشلابنسك، اي مدينة. تمام. اي مدينة تعمل تشلابنسك. تمام. بيسألك بعد كده بيقول لك انت عندك تأمين صحي في روسيا، طبعا بتعمله نو. بيقول لك انت زرت روسيا قبل كده، بتعمله نو. لو انت زرتها قبل كده بتعمله يس. تمام. بعد كده نيكست. بيسألك بيقول لك انت عندك سكن دايم، تعمل له يس او نو. بيقول لك انت بتدرس دلوقتي او عندك شغل، تعمل له يس او نو. طبعا بيقول لك ان انت معاك اطفال اقل من 16 سنة معهمش باسبور، تعمل له يس او نو. طبعا انت بتعمل نو. بيقول لك انت سافرت روسيا قبل كده، بتعمل له نو. وبعدين نيكست. بعد كده بيطلب منك المكان اللي انت هتعمل فيه الابليكيشن. طبعا بس هنقلب التليفون عشان الاسم كله يبان. طبعا هنا بيقول لك القنصلية اللي في اسكندرية، او اللي في القاهرة، او اللي في الغردقة. طبعا انت على حسب بتختار ايجيبت مثلا. تمام. بعد كده بتعمل نيكست. طبعا نيكست هنا بيظهر لك الابليكيشن بتاعك كده قدامك. تمام. دي في ده في كده كل الداتا بتاعتك. طبعا بتعمل سيف اند سبميت اللي تحت دي، سيف اند سبميت، بيسيفه وبتطبعه بعد كده وتاخده معاك وانت رايح السفارة. تمام. دي كل الحاجات المطلوبة. بالنسبة لسعر الفيزا، فهي الفيزا اللي بتطلع بعد اسبوع بتاخد 1440 جنيه، الفيزا اللي بتطلع بعد اللي في نفس اليوم بتاخد 2030 2305. دي اسعار الفيز. طبعا ده كل الحاجات المطلوبة. لو في اي استفسار او في اي حاجة مش واضحة ممكن تكتبولي في الكومنت، ويا ريت ما تنسوش اللايك لو الفيديو عجبكم او استفدتوا منه، وما تنسوش السبسكرايب، في حاجات تانية جاية مهمة جدا ان شاء الله. مع السلامة.